راديو الأهرام يقدم حياة النجوم، أسرار وحكايات فيها الحلو وفيها المر، نجاحات وإخفاقات. تعالوا نتكلم معاهم عن اللي جاي واللي فات. في أنا والنجوم مع ريهام مازن. أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا، مستمعي راديو الأهرام في كل مكان، ومشاهدي أهرام تي في. وحلقتنا النهاردة من أنا والنجوم مشرفانا فيها ضيفة، يعني نقدر نقول هي صاحبة كل بيت مصري، بتعيش معانا يعني في كل بيوتنا بأفكارها ومبادئها وروحها وشخصياتها الجميلة اللي لعبتها. ضيفتنا النهاردة مش بس هي عزيزة على كل قلوب المصريين، لكن أحد عمالقة الفن وأعمدة المسرح في مصر. أعمالها الحقيقة على مدار التاريخ مش هنقول مخلدة، دي تدرس لكل الأجيال اللي طلعت أو اللي هتطلع لسه. الحقيقة محدش ممكن ينسى أي أدوار من اللي لعبتها وحفرت اسمها في كل قلوب المصريين. الحقيقة لقبها المصريين والنقاد بأم العظماء، وهي فعلا أم العظماء، الفنانة العظيمة القديرة سميرة عبد العزيز. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيكي وشكرا على الكلام الجميل اللي قلتيه. والله ده يعني لا يكفيكي حقك لو قلنا من هنا لسنين طويلة من الفن اللي أمتعتينا بيه والشغل العظيم اللي فعلا قدمتي، تستحقي بكل جدارة لقب أم العظماء. ألف شكر. هم قالوا أم العظماء لأننا كان من نصيب أني أعمل أم 5 أئمة ما شاء الله، الإمام أبو حنيفة والإمام الترمذي والإمام متولي الشعراوي، وكل الأئمة دول أنا عملت أمهم، ولذلك لقبت بهذا أم العظماء. زائد عملت أم أم كلثوم في المسلسل طبعا، وعملت أم عبد الحليم حافظ أخته اللي ربيته يعني، وعملت أم عبد الوهاب في الأوبرا. كانوا عاملين أوبرا عليه يعني، وأنا كنت الأم برضه. ففعلا أنا عملت أم عظماء. يبقى أم العظماء من حظي. وأم العظماء تكون عظيمة العظماء. الحمد لله. الإسكندرانية الجميلة الفنانة العظيمة سميرة عبد العزيز، كلميني عن ذكرياتك في اسكندرية بقى. أنا نشأت في اسكندرية، أب مدرس رياضيات وأم متعلمة ولكن قاعدة في البيت ما بتشتغلش زي كل الأمهات في الفترة دي. زمان في الفترة كلهم كانوا كده. إحساسي بالفن كان من المدرسة الإعدادي. لقيت بيقولوا إذاعة مدرسية. الله. فجريت قلت أنا عايزة أدخل الإذاعة المدرسية. اختبروني لقوني أنفع. يعني قالوا لي قولي صوتاً ولغة. بعد سنة بقيت رئيسة الإذاعة المدرسية. أنا اللي أجيب الناس وأنا اللي أختار المواعيد. وكنت سعيدة جداً على إني الصبح كل يوم في الإذاعة أقول إيه زميلاتي العزيزات، أقدم لكم اليوم الحكمة، وأروح قايلة لهم حكمة. أو مثلا بيت شعر أو حديث. كنت بتبقي محضرة بقى قبلها؟ طبعا. أنا أقرأ كثير يعني، ودي حاجة حلوة. متعودة على القراءة، وكنت ساعات أنقل الحاجات من الأهرام برضو. تغش منهم يعني. أبويا كان لازم الأهرام ده أول قبل ما يفطر لازم يكون بيقرأ الأهرام. تمام. ومعودنا نقرأ. ده بدأ معايا كده الفن. يعني استباحات الصبح الأهرام لو مش فيها تبقى الدنيا مش متزبط. بالظبط. لما رحت المدرسة الثانوي دخلت جماعة الرسم، لأن أنا كنت برسم. فأمي قالت لي لا شوفي لو في جماعة ادخلي تعلمي. رحت جماعة الرسم. يوم من الأيام رايحة لقيت بتاع الرسم مقعد بنات بيقروا تمثيل. قلت له الله، طب ما أنا عايز أقول معاك. أيوة اشمعنى دول؟ قال لي لا أنت هترسمي الديكور. قلت له أرسم الديكور وأقول معاكم. أيوة. قال لي أنت بعرفي تمثلي؟ قلت له أيوة. جربني بس. قال لي الحقيقة ما فيش عندي دلوقتي غير دور
راجل وكنا هنجيب واحد من المدرسة الثانوي الشباب يعني. ولعبتي دور الراجل؟ قلت له ألعبه ما عنديش مانع. طالما حبك كان القسيس. والله يصلي عنده بعتز بيها جدا. لو كنت عارفة اني هنتكلم على الحاجات دي كنت جبتها معايا. والله ركبوا لي ده. طب احنا فيها احنا ممكن نبقى ناخد صور برضو ونعرضها مع اللقاء الشيق ده للجمهور. اتفضل. وعملت دور القسيس ده واذ بي اخد عليه جايزة ما شاء الله. كبرت بقى الحكاية معي. كبر التمثيل في دماغي بقى. طلبت من ابويا اروح معهد الفنون المسرحية، رفض. قال لي لا، الفن ده هواية والتعليم تعليم، جامعة يعني الجامعة. دخلت الجامعة. رحت كلية تجارة جامعة اسكندرية. بيعملوا فريق تمثيل، رحت داخلة. وكنت برضو أول بنت بدخل فريق التمثيل. قلت لهم إيه، معكوش بنات؟ قالوا مش بيرضوا. قلت لهم لا، أنا بمثل. أنا بمثل رجالة وبنات وأي حاجة ممكن أعملها. دخلت معاهم. مثلنا في حفلة التعارف. أول شهر في الجامعة يعني. طلعت على المسرح ونزلة بقى أتفرج أشوف رأي الناس إيه وأنا مثلت يعني. تصفيق بقى لقيت واحد بيقول لي تعالي تشتغلي في الإذاعة. قلت له ما أعرفش. قال لي أنا هعلمك. أنا حافظ عبد الوهاب. الأستاذ حافظ عبد الوهاب كان وقتها بيفتتح إذاعة اسكندرية. راح مديني ورقة فيها العنوان وقال لي تعالي الساعة 3. ده رحمة الله عليه كان رئيس الإذاعة. كان رئيس الإذاعة طبعا. علمني ازاي اخاطب الميكروفون. وانا كل نجاح في برامجي الاذاعيه بتنسبي الحل لانه هو اللي علمني. ازاي اخاطب الميكروفون. ازاي ابعد، ازاي اقرب، ازاي اروح من الجنب ولا يعني. يعني فعلا لما لعبت الدور ده هو حس ان مخارج الفاظك وحضورك واسلوبك هايل كمذيع. بالظبط. اشتغلت بقى في اذاعه اسكندريه كتير قوي. لحد بقى خلصت الجامعة واتجوزت وخلفت. يعني حضرتك كنت بتشتغلي مذيعة وانتي طالبة؟ لا مش مذيعة، برامج بس. برامج. إلى أن أنا عجبني الدقة. لا مش مذيعة، برامج بس. لأن النهاردة كل الناس بتسمي نفسها حاجات كتير قوي. أيوة. لا. مذيعة على إعلامي على ما أزعتش إذا يعني نشرة ولا كده. لا برامج. حصل بقى ان انا اتجوزتي بقى وخلفتي مسرحيه. خلفت بنت. وبعمل مسرحيه تبع فرقه اسكندريه المسرحيه. كانت مسرحيه انا بطلتها. وبعمل فيها غجريه وبرقص وبغني وبتكلم. يا بطله العرض. كانت اخراج حسن عبد السلام. استاذ حسن عبد السلام. جاب معاه كرم مطاوع يتفرج على العرض. بعد ما خلص العرض لقيت كرم مطاوع بيقول لي انت ايه اللي مقعدك هنا؟ انت بتعملي ايه هنا؟ تعالي معانا. اروح فين؟ قلت له اعمل ايه؟ قال لي تعالي القاهره. قلت له ليا مكان؟ كنتش احلم. قال لي انا عندي مسرحيه على المسرح القومي المؤلف عبد الرحمن الشرقاوي. والبطله هي كده انت. وراح عامل لي مصباعه. قلت له اجي. طب ثواني، وحضرتك لما قال لك الكلام ده انت كنت متجوزه ومخلفه اوريدي؟ ايوه. راي بقى الزوج كان ايه لما فتحتي بقى في الموضوع؟ الزوج بقى لما سمع ان انا هروح مصر. هو كان بيشتغل ايه الاول؟ محاسب في شركه. محاسب. فلما عرف بقى ان انا هروح عايز اروح مصر. وهشتغل في المسرح القومي. دي عندها بقى افاق واحلام ما تنفعش للجواز خالص. قال لي لا انا مش موافق. قلت له انا لازم اروح. زي ما اتقابلنا بالمعروف انفصلنا بالمعروف. لا وما كنتيش يعني خلاص بقى القرار ده فعلا كبر في دماغك. انا عايزه اروح، لازم ابقى ممثله. المسرح القومي. يعني خلاص ركبني التمثيل يعني. لا يعني ساعتها ما فكرتيش بقى وقلتي لا والبيت والاسره والولاد والكلام ده؟ لا. قلت له لما لقيته بيقول كده زي ما اتقابلنا بالمعروف ننفصل بالمعروف. هو اللي قال. قلت له انا موافقه بس بنتي معايا. قال لي خليها معاكي. خدت كنت بنتي. تقريبا وقتها ايه، حاجه و20 سنه؟ 23 سنه يا روحي.
وخدت بنتي ونزلت على القاهرة. كان ليا أخت عايشة في القاهرة بتدرس موسيقى، كانت أستاذة في التربية فنية بقى. أنتوا عندكم ميول فنية؟ العيلة فيها فن. العيلة فيها فن. جيت عندها فما كانش في مشكلة، يعني جينا قعدنا هنا في القاهرة وبدأت رحت المسرح القومي. وأختك ما كانتش متزوجة؟ مين؟ أختك؟ أختي كانت متزوجة. متزوجة. قعدت معها. أنا بقى اللي لما كان أبويا لما اتخرجت من كلية التجارة عيني مدرسة مواد تجارية. أيوة. في اسكندرية. أيوة. فلما رحت على القاهرة بقول لكرم مطوع بقول له بس أنا لازم هرجع تاني عشان أنا بشتغل مدرسة مواد تجارية، قال لي لا أنا نقلك. خدني وراح لتربية وزير التربية والتعليم. كان أستاذ في الجامعة. قال له الست دي أنا عايزها في مسرحية وطني عكا على المسرح القومي. وهي متعينة تربية وتعليم. قال له اكتب لي طلبا إلها لك الثقافة. في خمس فلقيتي بقى إن ربنا ميسر لك الحياة كده. ربنا والله عارف قد إيه أنا عشقة بحب بهذه المهنة. يعني. نقلني بقيت عضو في المسرح القومي رسمي، موظفة في وزارة الثقافة وعضو بالمسرح القومي. دخلنا نعمل بروفات بقى وطني عكا مسرحية كبيرة. بنات المسرح القومي هجموني. بقوا من تحت يضربوا رجلي كده عشان ما عرفش أقول. غيرانين منك يعني. إزاي كرم مطوع جايب واحدة من برا المسرح. لأن المسرح له تقاليد. لازم ولاد المسرح. مين اللي حماني ووقف جنبي؟ الأستاذة سميحة أيوب. كانت هي في المسرحية. كانت في المسرحية. فلقيتني بإيه وأنا بعمل كده وبعدين أستاذ كرم أنا ممكن أقعد الناحية دي. قالت لي وفي إيه؟ قلت لها بيعملوا كذا كذا. قالت لي تعالي يا سميرة اقعدي جنبي. وراحت مديهم محاضرة في الأخلاق والأدب. قلت لهم هي دي جاية من الشارع؟ دي بطلة فرقة في اسكندرية. دي خريجة كلية التجارة. دي وقعدت زعقت لهم. وقلت لهم اللي هيقرب لها أنا المسؤولة. هتتصدى بقى. كله سكت. وسابوني بقى بدأت أشتغل. كان دور بطولة. وتنطلقي. وطني عكا كان دور بطولة جميل. بحماية سميحة أيوب. ربنا يديها الصحة الجميلة. يا رب إنسانة عظيمة ومع الحق دايما. أيوة. وطلعت المسرحية والناس كلها كتبت وبدأت بقى سميرة عبد العزيز تدخل من باب الفن على مصراي. أستاذ صالح جودة الله يرحمه كتب عن إيه؟ فاطمة رشدي الجديدة اسمها سميرة عبد العزيز. منشد كبير قوي. فلفت نظر الناس يعني. وبدأت أشتغل الإذاعة. لما بدأت بان بقى وكتب عليا في الجرايد وكده. كنت أنا طالبة من حافظ عبد الوهاب يديني جواب لبابا شارو عشان أشتغل عشان تشتغلي. رحت لبابا شارو قاعد يتريق قال لي إيه ده يا أختي صوت مثقف وجميل كاتب عليا كده حافظ عبد الوهاب. ايوه هو ده السيرتيفيكت يعني الشهاده. هديك صوتا جميلا ومثقفا رجاء الاستعانه بيه في برامجكم. قعد بابا شارو يتريق عليا قول لي ايه يا اختي صوت مثقف وجميل. قلت له لا عشان بعرف لغه عربيه كويس. وعملت برامج كتير قوي في اسكندريه. انا عملت الالياذه والاوديسا وقعدت اشرح له. راح بعتني لمدير البرامج الثقافيه. اداني برنامج اسمه أماكن لها تاريخ ناريشن. قال لي اقري كده وريني. قريت قال لي لا والله عندهم حق. انت معايا في البرنامج ده على طول. كان ده برنامج ايه ربع ساعة كل أسبوع. كل أسبوع أروح أعمل بروفة وانزل أسجل. مرة من المرات راح بمسك كده قال لي لا سيبي ده انت هتعملي قال الفيلسوف. ومن ساعتها وحضرتك بتعملي قال الفيلسوف إلى يومنا هذا. كان مؤلف البرنامج قال الفيلسوف موجود محمود شعبان الله يرحمه. وسمعني وانا بقرا في اماكن لها تاريخ قال له انا عايز دي اللي تعمل تمس الفيلسوف. وكان برنامج يعني لقى اعجاب من كل الناس وحتى يومنا هذا من اجمل البرامج. 40 سنة. ربنا يدي حضرتك الصحة. قال الفيلسوف. ما حدش انا ما اعرفش اعملها. قال الفيلسوف. انا عايز ارجع لنقطة بس. لما كنت حضرتك حصلتي على كأس التفوق في التمثيل من الرئيس جمال عبد الناصر ده اكيد بقى يعني كان بالنسبة لك ده حاجة
ده اللي خلاني احترف التمثيل. ابويا ما كانش عايز يوديني كليه معهد الفنون المسرحيه، انما جاب لي مجلات وحاجات، قال لي اقري عشان تثقفي نفسك، انه كان مثقف. اقري، بقيت اقرا. من ضمن ما قريت لقيت في معهد فنون مسرحية. قلت له طيب انا بقى ايه اروح معهد الفنون؟ قال لي متاسف، الفن ده هوايه فقط والعلم علم. عشان كده دخلت الجامعه كليه التجاره. وانا في كليه التجاره مثلت مع الجامعه ومع منتخب جامعه اسكندريه. مثلت دور طلع الاول على كل الجامعات. والعميد راح قال لي تعالي يا بنتي انت يوم كذا هتيجي عشان تطلعي تسلمي كاس التمثيل بتاع الجامعه من الرئيس جمال عبد الناصر. وتفتكري الرئيس جمال عبد الناصر ساعتها قال لك ايه؟ انا مسكت ايده ومش عايزه لا كاس ولا حاجه، كفايه انك شفتيه. ايوه، ماسكه ايده وعامله له كده، بفكر الناس كانوا بيقولوا عينيه مش عارف ايه وبشرته ايه كل ده. عماله اتحقق منه، لقيت مدير الجامعة خفي بقى شيلي ايدك بقى الكاس من ايه. لكن ما تفتكريش هو قال لك ايه ساعتها؟ ما شافش انبهارك ده وانت واقفه كده؟ هو ضحك قوي لما لقاني ماسكه ايده بايديا الاثنين. ايوه، انا هو المفروض كده، انا رحت ماسكه قافله على ايده كده في ايدي وببص له بانبهار. فلما مدير الجامعة هز راسه قال لي خد يا بنتي الكاس، خد يا دموعي نزلت طبعا، يعني وانا بسلم على عبد الناصر دموعي نزلت. ونزلت بطلب حد صورني، كان هممني قوي الصورة. طبعا اللقطه طبعا مش لقطه بسيطه دي، فواحد راح عامل لي كده صورتك يعني. استنيته على الباب. قلت له فين عنوانك؟ اداني عنوانه عشان اروح له. أيوة. اخد الصوره. والصوره تتصدر بيتي قد كده ما شاء الله. طب احنا عايزين لقطه من الصوره دي على الموبايل معايا. طيب حضرتك تتذكري يعني، شوفي الشغف اللي بتتكلمي بيه على رئيس جمال عبد الناصر. هل كان لك برضو مواقف مع رئيس السادات كده برضو، ولا ما تتذكريش مواقف من النوع ده؟ لا، ما حصلش بقى اي حاجة ايام حكم الرئيس السادات. بشتغل بقى هنا في القاهرة خلاص، وما حصلتش مناسبة يعني. حصل بقى مع الرئيس السيسي. وانا عارفة كمان ان حضرتك حصلتي على تكريم من السيدة انتصار السيسي. انا كنت كل لقاء اعمله او لقاء صحفي او لقاء تلفزيوني اقول بناشد الرئيس السيسي يدعم الفن الجيد عن طريق دعم تلفزيون المصري ومؤسسات الدولة. لما كانت مؤسسات الدولة بتنتج عملنا احلى اعمال. ده حقيقي. لما بطلت تنتج وبقى الانتاج في ايد التجار شفنا بقى الحاجات اللي بنشوفها دلوقتي ومش عاجبانا. ده هيخليني اسال برضو حضرتك، وحضرتك فنانه قديره واحد اعمده المسرح، ازاي الفنانه القديره العظيمه سميرة عبد العزيز شايفه المسرح دلوقتي؟ المسرح اللي بتديره الدوله لازال يقدم أعمال جيدة مناسبة جدا، فيها ثقافة وفيها فن، لأن في لجان قراءة بتقرأ أساتذة كبار واللي بيخرج فيه أساتذة كبار. لكن المسرح التجاري ما لو فيش حد بيحكم عليه فبيقدم اللي هو عايز يقدم، ومع الأسف حتى ما بيمتعناش كمشاهدين أبدا. أنا ولا بحضر أي حاجة من دول. يعني المسرح التجاري الوحيد اللي أنا دلوقتي منتمية إليه مسرح الأستاذ محمد صبحي. طبعا، لأنه فعلا عظيم ومحترم وفنان بالزبط. نقدر كلنا فنه بالظبط، يعني ده نقدر نقول عليه بصمة في المسرح المصري. مظبوط. وأنا لما حبيت أشتغل مسرح تاني، أنا تبع القومي، لكن لأني طلعت معاش بقى ما بيدو الأدوار للبنات اللي موجودة. والله يعني أنت زي البنات برضو شكلك ما شاء الله. لا يعني أنا عاملة برضو عملت عرض على القومي. عملت عرض على القومي لما عزوني في عمل. رحت عملته. لكن أنا عايزة أبقى منتمية الفرقة. فرحت لصبحي. فأنا قلت له أنا معجبة بيك طول عمري وبقدر قوي الأعمال اللي بتقدمها. ولو ليا دور عندك في مسرحية من مسرحياتك يسعدني إن أنا أشارك. قال لي في دور تشتغلي معايا؟ قلت له قال لي خلاص.
الرواية اللي جاية كنت أنا بتفرج على مسرحية تانية. آه. قال لي المسرحية اللي جاية فيها دور لك. أيوة. وكان اللي هي مسرحية خيبتنا. أيوة. وقد كانت الخيبة. اشتغلت مع محمد صبحي وبقيت عضو في فرقته. وبعرض بكرة عندي عرض نجوم الظهر. الله. تاني عرض. خبره هو حصري. فبشتغل معاه تاني في نجوم الظهر ده. والحقيقة أنا بقدره جدا. ونجوم الظهر حضرتك بتتكلم عن إيه؟ بيقدم نجوم جديدة. المسرحية عبارة عن محطة تلفزيون. أنا رئيس مجلس الإدارة. أيوة. وهو المخرج اللي جايبين ويدرب الموهوبين. أيوة. وجايب شوية شباب. هو أميز ما عند محمد صبحي طبعاً. اكتشاف المواهب الجديدة. بيقدم لمصر نجوم. طلع من تحت إيده طبعا كل النجوم كلهم. فالمسرحية دي جايب كلهم جداد. جاب لهم مدربة باليه عشان يتحركوا صح على المسرح. جاب لهم واحد موسيقي يعلمهم موسيقى عشان لما يغنوا يغنوا صح. واحد عارف بيعمل ايه بالظبط. ولذلك المسرحية من اجمل ما يمكن. بقالنا بنعرض بقالنا يجي قربنا على السنة اهو ما شاء الله. بس بنعرض خميس وجمعة بس. اللي هو بيبقى مليان المسرح. بنقدم نجوم الظهر دي. مسرحية جميلة وبقالنا مدة كبيرة وفيها أفكار كتير وجديدة. أيوة. فدي حاجة وبيقدم فيها نجوم جداد. أصوات جميلة بتغني. الناس بتقعد تسقف لهم جامد قوي لأن واحد بيقف يقول موال طويل ما شاء الله عليه. يعني صوته جميل جدا. فالناس بتسقف بتتهبل عليه. أيوة. هنقف عند نجوم الظهر واستنونا. هنطلع فاصل ونرجع نواصل حوارنا الجميل مع الفنانة القديرة العظيمة أم العظماء الفنانة سميرة عبد العزيز. قال لي انت ممثلة هايلة جدا. قالوا لي لا موجود اهو. قلت له يا عم انت بتعمل حاجات جميلة جدا. ده خد جزاؤه بس عشان ما فيش واحد يروح يعمل زيه. فقعدت بقى قلت له ده انت تأليفك حلو جدا.